يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده معانا يوم حلو كده وجميل ان شاء الله ويعجبكم. لكن طبعا في البدايه رحب وامسي على نوره. يا مساء الفل يا نوره. يا مساء الفل يا روح. عامل ايه؟ الاخبار 100 100 كله حلو. الحمد لله الحمد لله. النهارده ان شاء الله يكون معانا فقرات حلوه ان شاء الله تعجبكم. نبدا نقول لكم ايه هي من الاخر للاول. بعد اول ساعه من ان بوكس هيكون معادنا مع فقره عيش صح، وبعدها ان بوكس في كبسوله مع دكتور باير اسعيد. النهارده هيكلمنا عن مشكله يمكن ناس كتير بتعاني منها وهي جرثومه المعده. يا ترى ايه الاسباب وايه الاعراض؟ كل ده هنعرفه من دكتور باير. عظيم جدا. وطبعا يا جماعه يعني في اول ساعه معانا بقى ان شاء الله من ان بوكس يعني هينورنا ضيفه كده، يعني هي فنانه لكن بشكل مختلف. دايما بنشوف بعض الرسومات اللي ممكن على الوشوش يعني او الوجوه بالنسبه لنا، ان احنا بنشوف ايه رسومات جايه ممكن 3D، او ممكن حد يقول ان الرسمه اللي معموله دي ممكن ثلاثيه الابعاد. طب ازاي ممكن تتعمل؟ النهارده بقى معانا في فقرتنا الاخيره ان شاء الله هتنورنا ضيفتنا دانا خالد، وهي بقى متخصصه ان هي ممكن تعمل بعض الاشكال والرسومات على وشوشنا بشكل حلو جدا ولطيف قوي. حلو جدا، وان شاء الله الصور كده هتشوفوها تنبهروا زي ما احنا انبهرنا. الفقره اللي جايه بقى هنتكلم معاكم فيها عن يعني مش عارفه هم محبي فصل الشتاء ولا كارهي فصل الشتاء، بس ايا كان فصل الشتاء بيمثل لكم ايه. في دراسه معانا جديده بتقول انه التركيز بيقل في فصل الشتاء، هل انتوا مع ولا ضد؟ ويا ترى ليه كمان مستوى التركيز عندنا بيقل في فصل الشتاء؟ كل ده هنتناقش فيه. وكلمونا قولوا لنا هل انتوا بتحبوا الفصل الجميل ده ولا لا. والله ايامنا كلها حلوه واحنا عندنا شتاء حلو الحمد لله. اتكلم عن نفسك. الشتاء حلو وجميل والله. يا جماعه نفسك يعني مش لو البرد الصعب والقارس يعني اللي دايما بنتكلم عليه، ولا في ثلج ولا حاجه زي بره مستمرين هو حلو. بص يا معلم دلوقتي بقى يمكن احنا بنحب دايما ايه نروح للاكلات الغريبه، واي دايما اكله غريبه في مسافه بعيده دايما بنروح لها. احنا كده بنحب اي حاجه ممكن فيها شويه ايه يعني تعب شويتين ثلاثه لحد ما نوصل للاكله اللي احنا بنحبها دي. في بعض الناس كمان ممكن بتفكر ان هي تفتكس بعض الاكلات الجديده، زي بقى مؤخرا احنا اتعودنا على السوشي وتعودنا على الاكل الاسيوي والاكل كمان الياباني والصيني والهندي والحاجات المعتاده طبعا بالنسبه يعني لينا في الفتره الحاليه. لكن برضو التاتش المصري بتاعنا ما ينفعش نسيبه. احنا اصلا الاساس في الاكل، يعني احنا ما ينفعش احنا ناخد الاكل من حد، هم اللي ياخدوه مننا، احنا بتوع الاكل اللي 100 100. في اكلات مصريه كتيره اتعملت الفتره اللي فاتت وافتكاسات جديده اتعملت برضو، ومن ضمنها يا نوره بقى محسوشي. محسوشي ده اسمه كده، اسمه محسوشي. محسوشي يمكن هي فكره جديده اتعملت وليها تفاصيل كده برضو مش عايزين نحرقها لحد ما نشوف اللي معانا ايه. طب نشوف اللي معانا الاول ولا لسه مش عارفه يعني، بس خلينا نتكلم شويه. طيب. يعني ده اكل يا فاروق، ما بنصدق يبقى ما حاجه فيها اكل. طيب زي ما كان بيقول فاروق كده انه بقى في بعض الاكلات يعني في اكلات بتكون غريبه عننا شويه بنروح لها، وفي اكلات بنحاول ان احنا نعربها زي ما بيقولوا كده. المحسوشي ده عباره عن يعني نفس طريقة لف السوشي، ولكن المحتويات بتاعته أو المكونات بتاعته هي طريقة المحشي العادي بتاعنا. يمكن ده عمله شيف مصري اسمه هشام حمدي، ويمكن هو من الناس اللي بتحب انها تعمل ميكسات كده غريبة. عامل جلاش بالحرنكش، دي حاجة غريبة جدا بالنسبة لي. عامل المحسوشي، وعامل كمان ممبار بوبس. يمكن انا كنت جبت سيرته كده من كام يوم لان انا شفته على الفيسبوك. عارفين البوبس اللي بندخل بيها السينما زي الشيكن كورن والحاجات دي؟ بوبس صغننة كده خالص. بس فهو بيحاول ان هو يخلط ما بين المطابخ الغير مصريه بالمطبخ كمان المصري. هل يا ترى بقى انتم من محبين المكسات دي؟ وهل يا ترى برضو انتم بتحبوا تروحوا للاكلات اللي بقت جديده علينا زي السوشي التشاينيز فود او الهندي ايا كان ايه الحاجات دي كلها؟ بس انا بحب الشكل الهندي في سبايسي يعني وبهارات كتير بقى وحركات. دي حاجه حلوه. بتحب البهارات كتير طبعاً. بقى لا السوشي تمام 100 100. السوشي تمام، انا اي حاجه ملفوفه انا تمام يعني محشي ممبار السوشي اي حاجه كده بتتلف حلوه قوي. بس الممبار بقى يتاكل المباراه الحلوه دي اللي هي تحس ان انت اكلتيها من هنا البوبس تتلكم من هنا ليه؟ والله ده انا متخيله البوبس دي وانت بتتفرج كده على التلفزيون وبتاكل ممبار بس صغنن، ده حاجه حلوه حتى الموضوع مش لايق على بعض الممبار. هو ادخل السينما كده جايبه ممبار بوبس يعني اكيد حاجه حلوه جدا، حاجه شيك جدا جميله قوي. طب انا يعني انا متشوق اني اشوف طبعا يعني شغل الشيف هشام
ان هو بقى عمل يعني ضجه الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا. هو كل مره بيعمل حاجه جديده تنتشر انتشار واسع جدا ما شاء الله يعني عليه. تعال بقى نشوف المحسوشي. يلا بينا نشوف المحسوشي. يعني بغض النظر عن انها وجبه غذائيه كامله متكامله فيها الخضار وفيها اللحمه وفيها الرز وفيها كل حاجه، الا انه هو كنا محتاجين طبق يروقه صح يعني. عشان ندي بقى راينا بجد بقى. أيوة. يعني ما ينفعش ندي راينا كده زينا زي المشاهدين من الصوره بالظبط، لازم ندوق القوي عشان نقول لكم راينا بجد يعني. يعني شيف هشام ارجوك كده ابعت لنا طبق من بقيه كمان الافتكاسات اللي انت عاملها، يعني حاجه حلوه والله فكره والله. يعني بصوا احنا يعني ممكن حد يقول لك ايه، لا المحشي ما حدش يقرب له. وفعلا المحشي ما حدش يقرب له، يعني ورق العنب كده والكرنب ولفه ورق العنب الصغننه ليهم طقوسهم وليهم يعني ايه هيبتهم كده لوحدهم. سواء بقى هتاكلها يعني هتاكل المحشي سخنه هتاكل المحشي بارد، هو بينفع في كل الحالات وفي كل الاوقات يعني دي ميزته. لكن طبعا هو هشام فكر برضو بره الصندوق شويه، قال لك طب ايه المانع الناس بتحب السوشي. وانا اعتقد يعني ان انا شفت البوست بتاع المحسوشي ده كان تقريبا ساعه الفالنتاين، وكان هشام عامل ده سربرايز لمراته، فده كمان يعلمنا حاجه تانية مثلا من هشام، مش بس ان هو يعرف يطبخ، ان هو يفاجئ مراته. يا سيدي مثلا ايه رايك؟ لا والله انا يعني الحمد لله انا براءة بفاجئ الحمد لله انا براءة الحمد لله. لا طب قول لي ايه الميكسات الغريبه في الاكل اللي انت جربتها وعجبتك؟ انا بحب جدا الكنافه بالجمبري. دي حلوه قوي، ده عظيم جدا. ويمكن ده من ضمن الحاجات اللي احنا كنا هنتكلم عليها برضو شويه كده يعني. وفي كنافه بالفشار بس انا حاسس ان هي مش لطيفه. مش عارف يعني. انا اول مره اسمع عنها يعني. ايه كنافه بالفشار دي؟ لا ما اعرفش، انت بتسالني ليه؟ بقول لك اول مره اسمع عنها. انت ليه تخيلت ان انا عندي المعلومه؟ في بقى طبعا الحاجات اللي هي الافتكاسات التانية اللي رايحه ناحيه الحلويات بقى زي القنبله مثلا. ما اعرفهاش يعني. بصراحه عارفها يا مراد؟ عارفها يا ميار؟ تسمعوا عنها؟ طبعا اللي هي تبقى ايه يعني، يمكن كل واحد ليه المسمى بتاعها او المصطلح بتاعه على حسب ما هو حابب يعني. بيحط بقى الرز بلبن، بسبوسه على كنافه، على رز بلبن، على عصير مانجا، على تفاح، على موز، على حته قشطه بقى في الاخر، ده التلبك على حبه فراوله. طبعا يعني هي كل ممكن مكان بيبقى ليه طريقته. أيوة. واحد يقول لك ايه انا هعمل البسبوسه مثلا عليها القشطه على الرز بلبن على شويه حاجات كده، دي لوحدها حاجه. في حاجات تانيه بقى اللي بعد الحاجات الحرشه شويه او الحاجات الحراقه، السكالانس اللي هي بنتكلم اكل الحلوه العظيمه، حلاوه بمربى باين. قشطه وعسل ومربى وحلاوه بس ده صعب قوي يعني، جزع قوي يعني. لا بس ده جميل برضو بغض النظر، ما احنا برضو خلي بالك ان احنا برضو بقى لنا يعني حاجات احنا عملناها بقى لنا كذا رمضان الكنافه بناكلها بكل الاشكال، كنافه بالمانجا، كنافه بالريد فيلفت، كنافه بالبسكوت المدور، كنافه بالبسكوت الطويل، يعني ايا كان بهدلنا كنافه معانا عمالين. وحلو تلاقيها، حادق تلاقيها، كنافه بالجمبري تلاقيها. يعني هي والقطايف. القطايف برضو حلوه، نفس الكلام برضو حلو وحادق. دي حلوه على فكره، حلو وحادق زي اللي بالحرنكش ده، اللي انا مش قادره ان انا اتخيل. بس ايه بالحرنكش برضو غريبه شويه، حاسه ان الحرنكش يعني هو حلاوته يتاكل لوحده كده، البتاع اللي فيه كده ويقعد يعني تقشره، ده جميل عظيم جدا. كان في زمان يعني عربيات بتقف في الشارع كده زي بتاعت الذره، الدوم والحرنكش. تجيب بقى شويه حرنكش كده حلوين وتقعد بقى تتقسقس فيهم كده مع نفسك كده، ايه ملك ملك. طيب انت اكتر حاجه اكلتيها كانت ايه بالنسبه لك غريبه؟ ميكس يعني اكتر حاجه. لا بص انا هقول لك على حاجه، انا يعني السوشي مثلا انا من الحاجات او من الناس اللي دقته في الاول، وايه ده وازاي بتاكلوا الحاجات دي وبتاع، دقته من كذا سنه كتير. ما عجبنيش ابدا ابدا، وما فكرتش ان انا اكله تاني. بعد كذا سنه كنت قاعده مع صحابي فكانوا جايبين صوص كده اللي هو الترياكي ده، فاكلوا بيه فقالت لي دوقي، يعني اللي هو دوقي بالصوص، فالصوص طعمه هو اللي عجبني مش السوشي نفسه. بعد كده قلت طب انا هبقى باكل سوشي عشان اكله مع ان الصوص ده سبحان الله ممكن تعمله مع فراخ، ممكن تعمله مع اي حاجه مع يعني. بس انا حبيته مع السوشي. بعد كده دقته، بعدين حبيت بقى السوشي خلاص لوحده منفردا بدون اي صوص. فرغم انه ده نادر ان هو يحصل، فكره انه حد يبقى فيه اكله قافل منها خالص وبعدين يجي يحبها. فده حصل لي مع السوشي. طب انت ممكن مثلا تعملي الكلام ده في البيت الافتكاسات دي؟
لا طبعا. انت تعمليها او تجربيها؟ انا بطبخ بالعافيه، بس بطين بالعافيه يعني، هقعد افتكس ليه؟ صعب شوية. انا اشفقت على شيف هشام واحنا بنشوفه قاعد يعيني ويعمل خلطه المحشي ويسوي ويرص ويعمل وشكل ولا والبرزنتيشن نفسه بعدها في الاخر والحاجات دي، لا يعني مجهود الراجل يعني لازم يقدم حاجه يعني مظبوطه بالظبط. ده مجهود يعني. طبعا حاجه يشكر عليها. وفي الاخر خالص بنتكلم ان احنا يعني بنحب دايما نثبت ان احنا دايما الاحسن، احنا كمصريين دايما احنا اللي عندنا الاكل وتاريخنا في القصه دي هو دايما اللي بيثبت نفسه، فاحنا دايما بناخد اي حاجه من بره بنعربها كده، بنخليها ايه، بنمصرها كده بالبلد يعني. بالظبط كده. طيب ايه بقى دلوقتي كلام عن الاكل، الموضوع الثاني. بصوا هو مش بعيد برضو يعني، هو سبب من الأسباب اللي بتخلينا ناكل فصل الشتاء أو الجو البارد عامة اللي احنا فيه. يمكن في دراسة جديدة زي ما كنا بنقول لكم كده في البداية، الدراسة دي بتقول انه نسبة التركيز بتقل عندنا بنسبة كبيرة في فصل الشتاء بسبب برودة الجو، بسبب الكسل، بسبب ان احنا ما نبقاش قادرين ان احنا نتحرك. هل انتوا مع ولا ضد؟ وهنشرح لكم بالتفاصيل كده دلوقتي ايه هي تفاصيل الدراسة دي. التفاصيل، العلماء من بلجيكا قالوا ايه بقى؟ قالوا ان الجسم يعني طبيعي جدا ان هو بيبقى في التوقيت ده معدل الحرق بتاعه بيقل شويتين ثلاثه، وكمان ان انت جسمك المفروض درجه حرارته بتكون برضو قليله جدا، وهنا بقى بيحصل ان معدل التركيز بتاعك بيقل. معرفش يعني هي حاجه ربنا خلقها فينا بالقصه دي يعني، ولو ان قارنوها يعني بناس تانية ممكن يتعرضوا لدرجات حرارة أعلى شوية اللي هي مقاربة للربيع أو للصيف، لو إن معدل التركيز بتاعهم بالنسبة للناس اللي هي قاعدة في جو بارد شوية يعني أفضل، عندهم الدنيا أسرع شوية من ناحية استرجاع بعض المعلومات أو الذاكرة يستخدموها بشكل أسرع شوية يعني. بالظبط. البردانين لقوا عندهم البردانين لقوا عندهم صعوبة في التذكر واسترجاع بعض كمان المعلومات. ويمكن في سبب تاني غير بس برودة الجو إن هو بيأثر على التركيز، ولكن هم شافوا برضو إنه في جانب تاني، جانب الشخصية نفسها. هل أنت من محبي الشتاء ولا من محبي الصيف؟ لأنه طبيعي إن إحنا مثلا في الجو ده وفي ناس بتبقى قاعدة ومش قادرة انها تتحرك ومش قادرة تقوم، في ناس تانية مليانة طاقة ونشاط وحيوية وتلاقوهم بيخرجوا يعني مقبلين جدا على الحياة لان هم بيحبوا الجو في فصل الشتاء. فطبيعي ان دول هتلاقيهم في الشتاء هتلاقيهم بيركزوا اكتر لانه ده الفصل المميز بالنسبة لهم، مش العكس، مش الصيف. هو ده متقارب جدا لدرجة حرارة جسمهم يعني. هو بيحس ان هو في تكيف بينه وبين درجة الحرارة، ان هو حابب ده. وكمان بيتكلموا على ان برضو في حاجة اسمها الاكتئاب الموسمي اللي اتكلمنا عليها قبل كده هنا اكتر من مرة، ومع دكتور مصطفى النحاس هنا الحمد لله برضو. وفي حاجة اسمها الاكتئاب السنوي كمل معانا اللي مرتبط بالفصول يعني، ان انت لما تكون في فصل الصيف يعني مبسوط جدا والناس كلها خارجة والحياة جميلة، وبيحصل اختلاف الفصول ده اللي هي درجة الحرارة تقل شوية، تلاقي الشتاء ابتدى بقى يخش علينا، تلاقي بقى التراب والكلام ده، فده بيأثر على نفسيتنا بشكل كبير جدا وواضح. لكن بقى لقوا ان في بعض الناس تانية اللي هي لا خلاص تكيفت على الوضع، زي بقى اللي قاعدين في روسيا، اللي قاعدين في الشمال، فما دول عندهم الحياة جميلة. صح. ويمكن كمان ده لسبب علمي، هم لقوا انه يعني بيحصل تغيرات في نشاط الدماغ نفسها، وده بيخلي الفصل مميز عن فصل تاني، او بيخلي تركيزك او استيعابك او استرجاعك للمعلومات مميز في فصل عن فصل تاني. وهقول لك على حاجة، انت لو جربت مثلا يعني، في ناس مثلا اللي هي كانوا في بيوت اهاليهم كده وعايشين في المناطق اللي هي وسط البلد، مصر الجديدة، مش عارفة ايه الحتت اللي جوه كده في اللي هي مصر، ايوه، هتلاقيهم متعودين على درجة حرارة معينة في الشتاء. بالزبط. اما بقى بعد شوية بينقلوا الاماكن تانية بعيدة، سواء الناحية دي او الناحية دي، بيتجمدوا يا عيني اول سنة مثلا لحد ما يتأقلموا على الجو. السنة اللي بعدها هتلاقيهم بقوا خلاص اخدوا على الجو التاني ده، وبالعكس لما بينزلوا المكان اللي هم كانوا عايشين فيه هتلاقيهم ايه ده، الناس بردانه وهم عادي يعني. الجو بالنسبه لهم مش صعب، فيمكن عشان كده هو التكدس في حته الاماكن بتخلي الدنيا دافيانه لما تروحي منطقه تانية او مكان تاني لسه يعني الدنيا ايه، صحراء جدا، او هي ليها مثلا ارتفاع محدد في الادوار، فدايما تلاقي ممكن الدنيا بتبوظ. معانا معتز. يا معتز. الو، ازيك يا معتز؟ فاروق، ازيك؟ اخبارك انت ايه؟ كويس الحمد لله، تمام. انت ايه، بتحب الشتاء اكتر ولا الصيف؟ قول لي. الشتاء طبعا. خناقه الفيسبوك. انا بقى انا بتحب الشتاء ليه؟ عشان بيهدي الاعصاب. بيهدي من اي ناحيه؟
يعني بتحس بايه كده والدنيا مظلمه وفي مطر في الشوارع؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، عظيم جدا. لا احكي لي. طيب مش احسن ما احس وانا يعني في الحر وفي الشمس؟ عادي، هتفتح التكييف هتبقى تمام، هتروح على البحر هتبقى تمام، هتلبس تي شيرت خفيفه هتبقى تمام. ماشي، لكن لو في الشارع؟ لو في الشارع مع العربيه ما انت لابس خفيف. لا خالص، مين اللي قال كده؟ ما طب بص يا معتز، احنا موضوعنا مش على ان انهي فيهم اللي بيفرهد اكتر او انهي فيهم الاحسن. لا ده موضوعنا بقى، عشان انا تعبت بقى من الشتاء. لا ده هو ده الاساس على فكره، هو ده الاساس. طيب ايوه صح. بص الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بنتكلم ان في يعني بعض العلماء اللي من بلجيكا قالوا ان الشتاء ممكن بيأثر شويه على الذاكره او استرجاع المعلومات بسهوله. شايف ان انت من الناس دي او من النوعيه دي؟ لو في مثلا برد قارس انت حسيت بيه، شايف ان انت من الصعب شويه ترجع بعض المعلومات او استرجاعها ليك بسهوله يعني؟ لا ده هناك، ده في بلجيكا مش هنا. في بلجيكا مش معانا؟ اه مش مع طبق الفول والبصل. احنا ما بنركزش ولا صيف ولا شتاء. بالظبط، وبعدين هم عندهم برد قارس، لكن احنا عندنا، انت شايف الموضوع عامل ازاي؟ شايف ايه؟ يعني انت مش شايف ان احنا برد قارس؟ يعني ذاكرتي تضعف وانا جعان ممكن، وانا مش مراق، لكن وانا سقعان ليه ذاكرتي هتبقى؟ طب ما على فكره، ما انت طول الشتاء بتبقى جعان، يعني طول الشتاء انت بتبقى عايز تاكل. لا 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 خالص. ما بتجوعش في الشتاء؟ لا بجوع بس في الطبيعي، برضه في النورمال يعني عادي. لا يا معتز، وانت غريب بصراحه يعني. لا خالص والله خالص. بس يعني الموضوع ملوش اي علاقه بالبرد خالص، بالعكس انت في البرد تبقى محتاج تنشط عشان تتدفى اكتر. يعني انت مش مع الابحاث دي؟ لا 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 لا، مش سليمه. طالما مش معموله عندنا، لا مش معانا، يبقى ما ينفعناش الموضوع. هم هناك ممكن يكون عندهم ممكن يكون عندهم عشان التلج والكلام ده كله، هم طبعا جو غير جونا، فساعتها ممكن بقى ساعتها نشوف المخ هيجرى فيه. لكن احنا هنا لسه ما وصلش معانا الموضوع لكده يعني. احنا ما يفرقش معانا حاجه الحمد لله. لا وكمان احنا برضو عندنا برد غيرهم، يعني احنا عندنا ما بتمطرش ثلج الحمد لله. ايوه فاحنا عندنا يعني كبرنا بنبقى درجه الحراره 10 8 كده، فالموضوع بيبقى لسه اندر كنترول يعني. نعمه من عند ربنا الحمد لله. الحمد لله. ماشي يا معتز، نورتنا جدا. شكرا جدا ليك. هو متهيألي برضو ممكن هم بيتكلموا على المناطق اللي هي فعلا ثلج قوي. ما احنا تلج قوي. مش قوي يعني يا نورة على فكرة. يا جماعة انا ببرد في الصيف. هو احنا يعني طبيعي ببرد في الشتاء. ايوه ما جبناش شتاء. بصوا بصراحة بيجي لنا اسبوع الحمد لله يعني. الدنيا اخف شوية. كان في موجة كده من كام يوم، وفي موجة داخلين عليها بعد بكرة ولا حاجة، بس انه الحمد لله ان هو كام يوم وبقية الدنيا بتبقى ظريفة، وده برضو من نعمة ربنا علينا. بص على الدول حوالينا هتلاقيها كلها بيضة كده وجميلة. انا ليه ابص على الدول؟ انا ابص جوه هنا. مصر جميلة اكيد الحمد لله، وحلوة في اي وقت الواحد يسافر اي مكان بقى، ناحيه الجنوب، ناحيه الاقصر، ناحيه اسوان، نروح ناحيه بقى ناحيه مثلا الشمال برضو، ناحيه تانية عندنا يعني كل حاجه حلوه جدا هتلاقوا فيها جوال حلو الجميل. طب انت بتحب ايه؟ انا يعني بصي ما اكدبش عليك، الصيف حلو. أيوه؟ طبعا. أيوه؟ بس برضو الشتاء انا بحبه يعني، انت عارفه انا راجل انا شتوي يعني، انا بحب الجو يعني الجميل البرد، بحب الاجواء دي، بحب جو إيه المطره. ايه بقى فكره ان انت تنزل تتزحلق مثلا، ولا يعني بص موضوع لك صعب حاجة. ولا العربيه تقعد تعوم منك؟ ما هو مش لازم بقى يعني التوقيت ده بقى انا يعني بالعربيه او ماشي يعني، انت ممكن هتبقى قاعد جوه البيت. طب ما دي كآبه. ما مش قوي، انا بحس بحس الجو نفسه موده حلو، انا بحب الجو ده. وفيروز بقى وقهوه و جو الناس المثقفه اللي عارفه اللي هو لازم كوبايه اللي هو فنجان القهوه مع الجندال، او فنجان القهوه مع الكتاب، عارفه اللي هو ايه يعني اجواء الشتاء. الهواء طبعا كلنا دايما حطينا استنباط غلط طبعا في حياتنا، يقول لك دايما اللي يشرب قهوه كده يعني في عمق في الموضوع، مثقف جدا بالزبط. طبعا الموضوع يعني احنا خدناه. لا ولازم القهوه مع فيروز يعني. كمان طيب خلينا ناخد تليفون من ساره. الو الو يا ساره، ازيك؟ ازيك يا نوره؟ عامله ايه الاخبار؟ ازيك يا ساره؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله يا ساره. ايه رايك في الدراسه اللي معانا اللي بتقول انه التركيز بيقل في فصل الشتاء؟ لا والله انا مش مع الدراسه دي، انا بحب الشتاء، فانا طاقتي بتبقى اعلى. انتوا ليه مستعصبني النهارده؟ انا عايزه حد صيفي يكلمني. طب ليه يعني ليه بتحب الشتاء؟ مش قادره اسالك ليه بتركزي، ليه بتحب الشتاء؟ هي بتبقى تفضيلات، بس انا مودي بيبقى احسن جدا في فتره الشتاء. انا يعني عشان خاطر الاجواء بقى اللي هي بتبقى لطيفه، في نسمات هواء كده حلوه، في ساقعه حلوه. لا هي اسمها صقيع مش نسمات هواء، نسمات هواء دي في الصيف، عندنا هنا ده صقيع. احنا عندنا ولا نسمه هواء في الصيف؟ لا والله بيبقى عندنا يعني، بس استني بعد المغرب.
اوكي لا خالص ما بحسش بيها ابدا. بس انا لا انا من زمان بحب فصل الشتاء اكتر يعني، ويعني بيبقى فعلا افضل توقيت ليا في السنه هو بتاع يعني الشهر بتاع 1 و2 وطبعا اخر ديسمبر يعني. يعني انت حاسه ان مودك في الشتاء افضل شويه؟ طيب لو احنا بنتكلم في الشتاء بقى يعني مع الصحيان بدري شويه، مع مروحنا للشغل، مع الحياه الطبيعيه بتاعتنا، شايفه تركيزي بيكون يعني افضل؟ حتى قبل كورونا انا شغلي كان بيبقى الساعه 8، فانا كنت بصحى الساعه 6. انا بصحى عادي جدا وبلبس عادي جدا ما شاء الله. يعني بتقدري تقومي من تحت البطانيه وتقدري تاخدي شاور في اي وقت انت عايزه تدخل، يعني بتقدري تتعايشي؟ تقدري تحطي ايديكي تحت ميه ساقعه؟ حاسه ان انا هبدو بني ادمه مش طبيعيه، بس انا بالنسبه لي فعلا لا. هو بصي هو ده عادي يعني، سيبك من النهار بهزر، بس هو ده عادي اكيد. الناس اللي بتحب فصل معين مهما حصل فيه، هو انا بحبه كده كده حقيقي بالظبط، ما بيبقاش عندي مشكله مع ده يعني. مثلا لو على الشاور فاض يعني بسخن بس التويلت لطيف جدا كده بشكل لطيف، وعادي بدخل اخد شاور في اي وقت. انا في مرات في الشتاء يعني ما بدخلش اخد شاور غير الفجر، فهو فعلا بيبقى ليه علاقه جدا بالشخص وليه علاقه بتفضيلاته وتفضيلاته الشخصيه. بالظبط. فلو طالما انا بحب الفصل ده وبحب اجواءه، فما بيبقاش عندي مشكله خالص ان انا ممكن حتى اغسل المواعين بميه ساقعه، مش لازم استنى السخان يسخن علشان خاطر اغسل بميه دافيه. فلا ما عنديش ازمه خالص في موضوع الميه. متعلم بقى اهو يعني معانا ساره. يعني ساره يا جماعه مثال لكل البنات على فكره، انا بغسل بميه ساقعه والله العظيم، بغسل بميه ساقعه. المواعين في وقتها الموضوع مهم جدا طبعا يعني، وده بيبقى افضل على فكره للايد، لان اصلا الميه الدافيه او بالظبط أيوة يعني بتعمل تشققات وخشونه بالظبط كده. الجلد بيجيله جفاف. في جوانتيات بتتلبس بتاعت الحاجات دي؟ لا ده بتاعت الجوانتيات اللي هي الصفراء والسوداء الطويله دي. ما تعملش حاجه دي، بتبوظ الدنيا بتقطع والله، خلي الحاجه تقع منك كده ما تبقاش عارف تمسكها. طب يا ساره يعني ما شاء الله عليك، انت مختلفه دايما وكويسه، لكن ربنا يخليك. لكن انت شايفه ان انت تركيزك بيبقى اكبر واكتر في الشتاء صح كده؟ انا يعني فعلا بحس ان علشان انا بحب الاجواء بتاعه الشتاء، ففعلا بيبقى عندي طاقه ان انا انزل اكتر واتحرك. يعني الاوقات مثلا اللي هي بيقال ان درجه الحراره هتبقى منخفضه الصبح او ما اعرفش ايه، لا بيبقى شكل السماء اصلا مشجع على ان الواحد ينزل، الدنيا صافيه، المطره مثلا ممطره فريحه الجو حلو. طب يا ساره احنا المفروض يعني بحسب الاخبار الجو والحاجات دي ان احنا عندنا مطر كمان يومين، يا ترى هتحتفل ازاي؟ هتعملي ايه؟ يعني بما انه الموضوع بيبقى حلو كده. والله هو انا مش عارفه هيبقى يوم ايه تحديدا، بس لو فعلا وافق اجازتي يا خساره، انا للاسف عندي شغل اليوم ده، مش عارف احتفل. بس هو يعني يوم الخميس اللي فات كان في برضو درجه الحراره منخفضه شويه، فرحت نزلت مكان على النيل علشان خاطر ابقى شايفه عشان ابقى سقعانه اكتر مع شكل النيل فعلا. كان شكلها مميز جدا بالنسبه لي، فهي لا عادي ممكن ان شاء الله لو الثلاثه عرفت اخد اجازه انزل احتفل في مكان برضو يبقى ما شاء الله. صلى عليكي يا ساره، ربنا يحفظك كده قريب المعوذتين عشان بحقد عليكي. ربنا يستر عليكي، ربنا يستر عليكي ان شاء الله. شكرا جدا ليكي، نورتينا يا ساره. ايوه كده، هو ايه اللي ايوه ايوه كده، الطاقه والحيويه والنشاط. يا جماعه انا بقى يعني شوف انا بقالي قد ايه في الشغل، انا بنسى ميعاد شغلي. كل شيء بنسى ميعاد شغلي. هو بجد انا مش عارف اعمل ايه، بس الاعراب مش مطمئنه. والله انا بجد انا مش عارف. لا الشتاء ده بالذات مع انه مش صعب عليا يعني كبروده، مش صعب يعني عليا، بس تركيزي عمال ينزل اللي هو بجد مش مستوعبه اي حاجه. والله بحاول في كنت بحفظ حاجه من كام يوم، يعني كنت الظهر بالظبط حافظه الحاجه صماها، جيت بالليل مش بالليل كمان على المغرب مفيش، ما جيتش خالص، مش فاكره ولا اي حاجه. اللي طب هو كنت جعانه وقتها؟ لا ما كنتش جعانه. لا اصل ممكن حد لو جعان او حاجه يعني زي ساره مثلا، لو اكلت تبقى كويس. وقاعده يا ابني اكل في مكسرات مفيش خالص، واكل في موز، واكل في حاجات كلها بتنشط الذاكره، مفيش، واخد اوميجا 3 مفيش. انا انصحك دكتور مصطفى النحاس اخصائي الطب النفسي اللي بيجي لنا كل اسبوع. لا انا عايز الشتاء بجد ان هو يخلص. معانا دنيا. طيب يا دنيا. الو ازيك يا دنيا؟ ازيك يا فاروق عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه؟ تمام الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ 100 100 الحمد لله تمام، كله كويس. انا جيت لك يا نورا. ايه تعالي لي، انا بكره الشتاء يا نورا. برافو عليكي، برافو 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 يا دنيا.
يعني اخيرا والله احكي لي بقى كده بتحسي بايه في الشتاء، وهل انت مشاركاني كده نفس الاعراض؟ انا سعيده للغايه ان احنا يعني مش عايزه اقول والله ان فتره كورونا لطيفه، بس انا هي بجد جات لي نجده من السماء، لان انا بكره النزول في الشتاء. ايوه كنا بننام واخدين راحتنا كده، والدراسه حقيقيه جدا. انا تركيزي في الشتاء زيرو تقريبا. أيوة بس يعني الشتاء ده تركيزي نوعا ما الطف، لان انا مش بضطر ان انا انزل من البيت على طول، مش بضطر اصحى بدري على طول. فلا الموضوع الشتاء ده الطف بكتير. طب انت ما بتاكليش كتير في الشتاء مثلا؟ بناكل، بتاكلي كتير؟ بناكل وبنتخن، فبتدي طاقه يعني اكل استمتاع، لان انا بحب الاكل فاهم، بس مش باكل عشان اتدفى او حاجه، انا كده كده باكل. بس لا يعني بعدين تحسي يا دنيا ان هم مهما يقولوا على الاكلات اللي بتدفي دي ما بتدفيش، يقول لك السحلب، حمص الشام، الحاجات دي كلها باخدها وبفضل سقعانه عادي يعني. المود اصلا بيبقى اريافه، فانت انا مش بعرف استطعم الاكل قوي في الشتاء يعني، هي بجد ببقى مريفه طول الوقت، وطول الوقت مش طايقه نفسي، وطول الوقت وبعدين عندنا مشكله. بص انا تلاقيني انطلقت قوي مع دنيا. لا وبعدين عندنا مشكله ثانيه، ان انت تبقي لسه عامله الاكل ويا دوب اول ما تحطيه على السفره يبرد. دي ازمه. وانا عندي كمان مشكله في فكره ان انا البس لبس كتير، ببقى عامله زي الدبدوب. أيوة. وبرده سقعانه مش عارفه. لا 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 ما تنكريش ان لبس الشتاء دايما اشيك كده، هو اشيك بس بيقيد الحركه. بلبس كتير 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 في وقت السقعه والمطر، فين الشياكه في المطر؟ بص يعني يا دنيا انا عايزك تصاحي مع نفسك وتشوفي الشتاء بمنظور تاني. لا خالص معايا، خليكي زي ما انت يا دينا. طب قولي لي، بتحسي على العكس في الصيف؟ يعني ذاكرتك بتبقى احسن او استيعابك بيبقى أيوة احسن، ولا بتحسي مش فارق قوي؟ الناس بتبقى شايفه في الصيف ان الجو حر والجو درجه الحراره عاليه ومش عارف ايه، بس يا جماعه احنا قاعدين بنشتغل في تكييف. طبعا الناس صح. اللي بتشتغل بره في اوت دور بيبقى يعني ربنا يعينها كده كده، الله يعينهم صيف او شتاء. لكن لا بنبقى في نشاط اكتر، في انطلاق، انت سقعانه تاكلي ايس كريم فالدنيا بقت جميله. الويك اند تروحي تاخدي تخطفي لك يوم او يومين في اي بحر. صح. فلا الموضوع طبعا بيبقى منطلق، ليه اجواء ثانيه وليه مود مختلف وكل حاجه. وتلاقي الناس كده في الشارع لحد بالليل متاخر، المحلات مفتوحه، الناس سهرانه، مش كلنا نايمين وكسلانين. الساعة تيجي 5 وتلاقي الجو غيم وخلاص، الدنيا ابتدت تليل والليل طويل جدا، اللي هو ايه الكآبة والنكد ده. والله بس في مصر هنا الحمد لله ما عندناش احنا جو صيف وشتاء، كل حاجة عندنا متعايشين يعني. لا عندنا ما عندناش كده، احنا قاعدين بنتخانق في ايه؟ بنتكلم ان الجو برد او مش برد. بس بقول لك ايه برضه يا دنيا، يعني عندي احساس دايما ان الواحد لما بيقفل من حاجة ومش بيديها فرصة بيحط ده في دماغه، وممكن يبقى غلط مش صح يعني. ممكن تدي الشتاء مود تاني او شكل تاني. انا حاولت برضو والله يا دنيا، مفيش خالص. ها حاولت اديله عمق، المطر والقهوه، فيروز كتير، قهوه كتير، سحلب، هوت شوكليت حلو كتير، حاولت مفيش خالص، لعبت كل الالعاب مفيش وما نفعش برضو خالص. طيب. ماشي يا دنيا، شكرا يا دنيا، يعني انت في صف نوره كده خلاص تمام، شكرا جدا لك يا دنيا. والله فعلا تحس انه الصيف كده في انطلاق ومركز وفايق وصاحي، انما بجد انت في الشتاء انت لحد ما بتيجي شغل هنا انت بتبقى عايز تشرب 3 قهوه على بعض عشان تفوق من النوم. الموضوع بيبقى صعب، بس زي ما بنقول كده انه على حسب كل واحد هو بيحب فصل ايه. بتحب ده تلاقيك مركز في ده، بتحب ده تلاقيك مركز في ده. بس انا كل اللي في دماغي دلوقتي ايام الامتحانات والمذاكره، بجد والله العظيم الموضوع بيبقى معاناه في الشتاء، ان انا اقعد ازاي بجد، واذاكر ازاي، وانتوا طالبين مني اروح المدرسه وطالبين مني ارجع اذاكر وطالبين مني اكل كتير. لا كان وامتحانات نص السنه دي طاقة. كانت صعبه جدا والله العظيم. لا حاجات الطاقه دي مهمه قوي. طيب بصوا يا جماعه، يعني ايه يعني في الاخر خالص، هي دراسه ودايما ابحاث مختلفه موجوده خارج مصر، يعني بنحب نقولها لكم، واللي بيحب الشتاء يحب الشتاء، اللي بيحب الصيف يحب الصيف، في الاخر هي ايام ربنا، كلها حاجات حلوه وكل حاجه ليها وقتها وليها مودها، بس دي حقها، كل حاجه تحس بطعمها كده. بس اهم حاجه يعني ايه، ما تقفلش من حاجه مره واحده، يعني وارب الباب كده هتلاقي الدنيا حلوه ان شاء الله. طيب احنا كده خلصنا كلامنا عن الموضوع ده. بعد الفاصل بقى نستقبل معاكم دانا خالد، وهي طبعا يعني موهوبه بفن مختلف، وهي الرسم على الوجوه. بعد الفاصل بقى يعني نستمتع معاها بقى وبشغلها، يلا بينا. يمكن
الحظر اللي احنا عشنا فيه فترة ده كان ليه اثر نفسي سيء على ناس كتير مننا، ولكن في ناس كتير استغلته بشكل ايجابي واكتشفت نفسها اكتر واكتشفت كمان مواهبها اكتر. معانا النهارده في الاستوديو هي بنت اكتشفت موهبتها من خلال الحظر اللي كنا فيه السنة اللي فاتت. خلال وقت الفراغ اللي احنا عايشين فيه ده لقت ان هي حابة حاجة مختلفة، بترسم على وشها، ولكن الرسومات دي تشوفها تحسها كده 3D او في حاجة يعني بروفيشنال بتحصل قدامك، ولكن الموضوع بدأ معاها بالظبط من سنة. النهاردة من ورانا بقى في الاستوديو دانا خالد، موهبة جديدة في عالم الرسم على الوجوه او ال 3D زي ما بيقول. ازيك يا دانا؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار دانا؟ عاملة ايه؟ كله حلو؟ حلو. قلبة الدنيا انت مرة واحدة كده والناس بتتكلم عليكي والدنيا ايه اللي حصل كده؟ والله الموضوع جه صدفة اصلا يعني. انت مش دارسه اصلا لا فنون جميله ولا طبيه ولا اي حاجه خالص؟ انا اصلا خريجه اعلام تسويق. الموضوع بدا معايا اللي انا بشوف على السوشيال ميديا تمام. وفي ناس يعني بتختلف بقى، في الوان، في سبيشال افكت، في حاجات كتير. انا حبيت ابدا بحاجه بسيطه، يعني كنت ببدا اصلا ان انا ارسم ورده، حاجه بسيطه جدا في وشي، لقيت ايدي واخده عن الموضوع، ولقيت ايدي اقدر ان انا سهل بالنسبه لي، وحسيت ان ايدي عايزه توصل لحاجه ابعد، عايزه ان انا لا استخدم اللي انا عارفه ان انا اتحكم في ايدي في الرسمه على وشي بمرايه، لان انا اعمل خدعه بصريه. الموضوع مش منتشر ومش موجود كتير قوي هنا. فحبيت ان انا استغل يعني اشهر بالفن ده، لان هو مش منتشر ومظلوم، مع انه هو فن جميل جدا. طيب بس برضه يعني انا يمكن شفت الصور بتاعتك، انا كنت لسه بقول لك شفتها على السوشيال ميديا قبل ما اعرف ان انت معانا هنا، وحقيقي كنت منبهره وما تخيلتش ان الموضوع ده بس من سنه، من السنه اللي فاتت او حاجه كده. ازاي ايديكي خدت على الموضوع بالسرعه دي وانت طورتي من نفسك؟ ازاي عملتي ايه؟ يعني انا شايفين الصوره هنا. انا في الاول هو التفاوت ما بين الرسمه الصغيره للرسمه الكبيره الصعبه قعدت فتره قليله جدا. يعني فكره ان انا احول نفسي من ان انا برسم ورده لحاجه زي كده ما عادتش معايا غير شهور يعتبر. انا ما اعرفش، انا لقيت نفسي فجاه عرفت اعمل ده لوحدي. حتى مش بفرج على فيديوهات، يعني مش مثلا بحب افرج على فيديو فاقلد. انا من نفسي لو شفت واحده عامله حاجه معينه بحب اشوف تفاصيل الرسمه اللي في وشها. ده كان صعب قوي. قوي ده. بس وبقلدها، عرفت اقلد، يعني بنسخ الحاجه على وشي. اوكي. الموضوع فيه صعوبه غير طبيعيه انك حتى يعني تعملي القصه دي. بص عامله ازاي؟ ايه ده؟ انا اتنين فاهم، وانا كتير. هي فعلا يعني تحس ان هي فيها مزاوله شويه او تزامن. أيوة في ناس بتخاف عامه من الحاجات دي. أيوة اساسا. معني احس ان انا والله بس لا انا خايف اللي هو يعني حاسه انه لو شلت شعر كده. هي هي العين بس انت بصه. انا ده وشي اهو بصه هنا، ودي عين واحده. انا يعني دي عينيكي صح؟ دي عينيكي عين واحده بس. والمناخير هي رسمه على رسمه مناخير ومناخير وشفايف. ده عامله نفس المناخير والبق بالظبط. ايوه. طب يعني مش في صعوبه وانت بترسمي على وشك؟ لا بالعكس، انا بحس ان انا دخلت تحدي، فلا انا عايزه اعمل حاجه احسن، عايزه اعمل حاجه تبان ان هي بروفيشنال اكتر. طب دي انت عملتي ايه؟ دي انت قافله عينيكي يعني رسمه على الجفن مقفول ولا دي مفتوحه؟ لا ده لانسز بيضه. اوكي والله. انا كل ده متخيله ان انت قافله. لا لا لانسز بيضه وبس، وبستخدم بقى بضلل الحاجه عشان تبان ان هي طالعه من وشي. بس يعني انت قبل ما تشتغلي على نفسك يعني في الرسمه بتكوني محددها وليها شغل تاني قبل ما ترسميها ولا ايه الموضوع؟ لا هو انا بشوف ولا زي ما تيجي معاكي ساعات، يعني ممكن اكون عامله عايزه اعمل فرع بس في رقبتي ان انا احس ان انا مخنوقه، فاقول لا انا عايزه من فيش كله تكملي كده. لا 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 لا. ايوه بص عامله ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه برافو عليكي. انا محدش صدق اصلا الرسمه دي غير لما شاف الفيديو. يعني طب إيه هو ده ازاي؟ انا حاسه ان وشك مش في مكانه. لا هو انا وشي انهي بقى حدوده ايه؟ اسود اللي هو لغايه هنا بس انا مسوده لغايه فين؟ لغايه الحته اللي هي خد اللي طالعه بره اليمين. لحد شعرها من فوق. ايوه بالظبط، كل ده اسود. هي عامله اسود يمين وشمال وقاسمه بقي نصين. فاهمه؟ أيوة. لا مش فاهمه طبعا. يعني بصي يا نوره، هي عامله اسود من عند حواجبها وعينيها ازاي حركتهم؟ لا ما اتحركوش. انا مضلله حتتين فباينه ان هي صغيره. ومن عند الجزء اللي هو في الوش من تحت عامله اسود برضه. ايوه بالظبط، جزء لحد جوه مسوده. يعني انت عينيكي في مكانها؟ عيني زي ما هي وحواجبي مسوده هنا وهنا. اسمع، حواجبي خالص شايله النص ده اساسا يعني مسوده الجنبين. ايوه مسوده نص وشي يعتبر.
اوكي، وبعدين عملتي هنا وقمتي طالعه بيه شويه على الاسود صح؟ هنا بقى بحط لون الجلد وهنا ما بغمقوش، هو بيبان هو موجود عادي، لكن بغمق هنا ده هيبقى باين هو بره. يعني الجزء اللي هو اللي تحت عينيك على طول ده مرسوم، اللي هو اللي طالع لحد ايوه. انا رسمها ملونه بقى احمر كانه لون الجلد من جوه الكلام ده كله. ايه الشطاره دي؟ ميرسي. لا 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 بجد حاجه يعني جميله جدا. وكان في واحده برده تانية، صوره تانية برده داخلين كده عكس بعض بس كانت اكتر من دي. ايوه شفتها. لا واللي هي اللي بالزرع اللي هي لفه حوالين وشها. لا 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 اللي هو تاخد قطعه. ايه ده؟ دي برضو اسود موجود والله، بس انا بعمل خطوط يعني في حاجات بتخلي الضوء يفتح عشان يبان ان هي مش موجوده، نفس الدرجه بتاعت بشرتي. اوكي. وبغمق الحته او ممكن هنا مكبره مراخيلي ناحيه ومصغره. طب انت بترسمي بتبقي متخيله الشكل ده النهائي ولا على حسب بتبداي ترسمي وعلى حسب ما تطلع معاكي؟ انا ببقى عايزاه يبقى احسن كده اساسا، بس او بس يعني بقول خلاص المره الجايه احسن هوصل للي انا عايزاه، يكون الموضوع كانه. طب هو ايه اللي انت عايزاه؟ يعني عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ايه بصي دي كانت مرعبه. ازاي بقى؟ دي اخذت مني 4 ساعات، دي تعبتني جدا. لا 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 انا رسمه عيني ناحيه ثانيه. هي رسمه عينيها على الاسود وحاطه رموش كانها عين بالظبط، ركبه لها رموش وعادي جدا وضللها بقي وحاطه هنا رسمه. يعني انت عينك انهي فيهم؟ العين اللي هي اللي جنب صباعي. انا حاطه صباعي على عيني. على عيني. والعين اليمين هي اللي جنب المناخير دي صح؟ بالظبط. وانت عامله عين ثانيه هناك. دي قعدت كام ساعه؟ 4. دي دراعي كان فيها يعني وجعني جدا. طب ودي عاده يعني او الرسومات اللي انت بتعمليها بتاخد وقت قد ايه؟ عامه الحاجات الصعبه اللي زي دي فيها تفاصيل كتير 4 ساعات، الحاجات يعني دي قعدت معايا ساعه. ساعة؟ ازاي يعني؟ لا اصل الوان فش حاجات كتير. فدي مش شايفاها سهلة لكن مش سهلة. يعني كذا حد يقول لي ازاي دي صعبة قوي يا جماعة. انا بلون وبعمل حاجة بسيطة، لكن الحاجات التانية هي اللي بتاخد معايا وقت كتير. اوكي. طب ايه اكتر صورة لفتت الانتباه يعني عملت ضجة على السوشيال ميديا؟ اكيد اللي هي داخلين الوشوش اللي هي بتخلي كاني وشي فين مش عارفين انا لفه وشي بجد ولا ده، الحاجات دي اللي هي سبيشال افكت دي كانها شالت وشها. لا ده بقى اللي هو سينما الرعب والحاجات دي بقى حاجات تانية. حلو ده الشغل بقى. ده حاجات يعني بقى دي الحاجات اللي تشتغلي فيها دي الحاجات اللي بستخدم يعني تقدر انا اقدر استخدمها في الافلام الرعب. بس هو هنا بس انا حسيتي اكتر يعني. انه لابسه ماسك مش رسمه. ما الحاجات دي ادوات بستخدمها، بحط منديل مع جلو وابين كاني في زياده مع الفونديشن حاجات كده. يعني ده منديل؟ منديل. يعني مفيش في مصر برضه الادوات اللي انا اقدر اجيبها. لا عارفه ان هي بتيجي من بره وغاليه مش رخيصه. لان كان في معانا حد متخصص في القصه دي قبل كده وقال لنا ان الادوات نفسها مش متواجده في مصر بشكل كبير يعني. فانت بتعمليها باقل الامكانيات بالطريقه دي؟ بالظبط. ابدل بقى الادوات. عبقريه بجد والله يعني. لا شاطره برافو عليكي. طب انت بتشتغلي بقى على الموهبه دي ازاي؟ يعني خلاص بعد ما اكتشفتي ان انت عندك حاجه بتطوريها ازاي؟ انا بحب اتفرج اكتر على صور، بشوف الناس بتعمل ايه، بشوف الموضوع وصل لغايه فين. وبحب كل ما انا قاعده يعني انا ممكن كل يومين بعمل حاجه جديده. لا ما هو ده عشان ابين ان انا عرفت اعمل الخطوه دي احسن، بقيت اسهل، الوقت اقل، بحس ان انا داخله تحدي. لا انا عامل دي في ساعتين بس مش 3 ساعات، المره اللي فاتت عملتها في 4 ساعات. يعني هو التحدي معاكي دلوقتي بقى في الوقت؟ مش في الرسمه. في الوقت وفي التفاصيل. ممكن خط واحد بس يبوظ الرسمه كلها. ما تستعجليش، احنا مش مستعجلين يا دانا، يعني براحتنا. مش عارفه انت مستعجله ليه. صح الدنيا جميله براحتنا كده. طب انت شايفه ان لما ترسمي على وشك افضل ولا لو جبتي مثلا حد من معارفك حد موديل مثلا؟ انا جربت بس حسيت ان عرفت طبعا وكانت النتيجه حلوه، لكن مع نفسي انا بحرك وشي مع ايدي في نفس الوقت بساعد نفسي. فالموضوع بيبقى معايا انا اسهل وانا عارفه تفاصيل وشي. بالظبط. عارفه لما اخبي فين هبقى شكلي عامل ازاي كده، وبحرك وشي مع ايدي كمان بساعد نفسي، لكن اللي قدامي مش عارف يعمل حاجه فهتلاقيني انا اللي بحاول خلي وشه بالفكره. انت اللي عارفه سر الطبخه. ايوه فانا اللي بعملها. حابه ان انا يعني ابين الموضوع على وشي اكتر حاجه يعني. طب انت لما انا اشوف يعني الصور انتشرت على السوشيال ميديا كان ايه ردود الفعل اللي جات لك؟ وهل لقيتي حد مثلا انتقدك اللي هو طب ايه لازمته يعني بعد ما رسمتي ها هنعمل ايه يعني او حاجه؟ يعني في طبعا بس هو مش كتير يعني. معظم الحاجه يعني رياكشن بتجيلي الانبهار واللي هو هو في كده واللي هو لا عايزه دليل فيديو. مستحيل اصدق انه ده بقاله سنه بس، فاهمه يعني؟ دي حاجه اللي هو معاكي من وانت صغيره. انا اصحابي نفسهم بيجوا معايا يقولوا لي في البيت، بيجوا في البيت يقولوا لي انت كنت حاطاها فين الموهبه دي؟ كنت بتعملي ايه اصلا؟ انا اكتشفتها صدفه، انا ما كنتش عارفه اساسا ان اقدر اعمل حاجه زي دي. بس لقيت بقى الكومنتات عامه بتبقى كويسه، لو في حاجات مثلا 20% بتبقى مش لطيفه
عباره عن اللي هو هتستفادي انت بتشخبطي في وشك بتاعك بس ما تفرقش معايا. اه بالظبط ما ينفعش. بناخد بس النقد البناء فقط لا غير. حلوه الجمله دي النقد البناء. بنستخدمها كلنا. طيب انت شايفه انك ممكن ازاي تستغلي الموهبه بتاعتك دي في الفتره اللي جايه؟ تعملي ايه؟ انا حابه انشر الموضوع جدا واخليه ابدا ادي كورسات فيه. يعني ابدا اللي انا اخلي الناس تتعلمه عشان يعني يستخدم في حفلات، يستخدم في افلام، في سيشنات لو في حد عايز يعمل اشكال معينه في سيشن معين، الحاجات دي كلها. يعني حابه الموضوع يكون بروفيشنال اكتر وادرس ناس. بس مش واخداها حاجه مهنيه قوي، يعني مش واخداها اللي انا اروح اعمل في افلام، لا انا عايزه اخلي الناس تتعلم وتستفاد بس. اوكي حلوه قوي. طب بتحسي انه الحاجات دي ليها جمهور معين يعني بيحبها بيتابعها بيستناها، ولا ممكن اكتر الاطفال او الناس الصغيره شويه هم اللي يبقوا ميالين للرسومات والحاجات دي؟ هو عامه يعني معظم الناس اللي بتحب تتفرج على الحاجات دي بيبقوا في سني، يعني عشرينات مش اطفال. في برضو يعني في سن صغير، لكن اكتر حاجه لا سني. والناس اللي بتحب الميك اب اصلا، يعني اي حد يحب الميك اب بيحب، يعني بحس اللي هو هي قادره تحط ايلاينر بس مثلا، زي انت قدرتي تسيلي كده على وشك. ايوه صح. فدي الكومنتات اللي بتيجي ده. طب هو انت بتعملي ده بالميك اب ولا بالوان؟ في الاول كان بالميك اب عشان ما كانش فيه في مصر خالص ادوات، فجبت الميك اب العادي جدا وبدات اعمل بيه الحاجات دي كلها. بعد فتره بعد ما قعدت ادور كتير جدا 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 لقيت اقدر اجيب من على النت يعني حاجات من بره. فرحت جبت الوان مخصصه للبشره عشان ما تاذينيش برده. اوكي. الميك اب في الاول في رسومات من اللي احنا شفناها دي كانت بالميك اب؟ بجد؟ اللي هي الماسك اللي كان طالع من وشي، كاني طالعه وشي من الماسك دي. واللي هي كاني حته مقسومه من وشي بدي جزء اللي بتديني قطعه. هي دي القطعه. طب والله برافو عليكي، لان هي مش باينه خالص انها ميك اب يعني. حلوه جدا طبعا، فكره مختلفه، وانتي شاطره انك استغلتي الخامات اللي معاكي الطبيعيه لاي بنت. ايوه بالظبط تستخدمها يعني. طيب شايفه ان احنا ممكن نعمل مثلا في ايام مهرجان نعمل كرنفال مثلا، يبقى في الفكره دي باشكال مختلفه ومن المواهب المختلفه ممكن تبقى موجوده في مكان كده، زي زمان كان في يوم كده في الكربه كان بيبقى موجود كده الناس كلها اللي عندها مواهب واللي عندها حاجه تعملها. شايفه ان لو عملنا القصه دي ممكن برضو تلاقي يعني نجاح في مصر بشكل كبير؟ هو انا ما اعرفش طبعا هيبقى رد فعل الناس عامل ازاي، بس هيبقى حاجه حلوه جدا طبعا، يعني حاجه انا احبذها جدا وهتبقى مبهجه، يعني حاجه مختلفه ومبهجه ويعتبر فكره جديده تخش في عقولنا يعني او في مصر عامه. ما اعرفش الناس يعني هتستوعب حاجه زي كده او هتحب حاجه زي كده، لكن اتمنى طبعا تبقى حاجه يعني. في المكسيك مثلا عاملين يوم للقصه دي باسم كده عندهم، مش عارف يوم الموتى. يوم يا ساتر يا رب. هو ثقافته مختلفه عننا، لكن هو الحاجه الوحيده ممكن ناخدها منهم الالوان، يعني فكره ان هم بيلونوا الرسومات. دي حاجه حلوه. طب دانا انت نفسك في ايه عامه؟ يعني عايزه توصلي لايه؟ عايزه ده يبقى شغلتك او المهنه بتاعتك قدام، ولا تبقى هوايه بس؟ هو انا بحبها كهوايه اكتر من اي حاجه، يعني هوايه انا عندي مختلفه اظهر للناس واديهم يعني اشكال مختلفه حاجات مختلفه اكتر من هي يكون حاجه مهنيه. ولو في حاجه مهنيه انا يعني عامه بحبس جدا هي تكون حاجه كبيره وحلوه عشان تبقى احسن ليا، يعني لان انا بحب اكتر انا اظهر حاجه زي دي واعلم الناس. طبعا انا بالنسبه لي كان ايه هدفي انا ابدا ادي كورسات والموضوع يبقى منتشر زي الميك اب عادي جدا. دانا خالد نورتينا وشرفتينا واسعدتينا. شكرا جدا طبعا ليكي، تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها وتفضلي متميزه فيها ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليكي يا رب. يا رب شكرا جدا ليكي. يا جماعه لسه مكملين معاكم بقيه فقراتنا، وطبعا فقره حلوه قوي جميله منها بقى لعيش صح، ومنها كمان على طول لانبوكس في الكبسوله. خليكم معانا بعد الفاصل.